ماذا لو قلنا لك أن الحضارات القديمة كانت أكثر تقدماً بكثير مما كنا نتخيله؟ ماذا لو أن كل ما تعلمناه في دروس التاريخ لا يعكس سوى جزء بسيط من الحقيقة؟ الكثير من الباحثين لديهم شكوك تجاه الحقائق التاريخية. بعضهم مثلاً مقتنع بأن أهرامات الجيزة الشهيرة في الواقع ليست مقابراً أثرية على الإطلاق، بل تم تشييدها لأغراض أخرى ربما لم يتم تشييدها من طرف المصريين القدماء. فهل يوجد دليل على ذلك؟ وإذا كانت شكوك العلماء صحيحة، فما هو الغرض من بناء تلك الأهرامات؟ كل تلك هي أسئلة سنجيب عنها في حلقة هذا اليوم. لقد أرسلنا المركبات الفضائية إلى كواكب بعيدة، وقمنا بفك تشفير الحمض النووي، ونجحنا في تحرير الطاقة من انشطار الذرات. وعلى الرغم من كل هذا، فإننا ما زلنا غير قادرين على فهم لغز كومة من الحجارة عمرها 4500 عام. تلك الحجارة هي أحد أهم الألغاز التي ما زال العلماء اليوم عاجزين عن تفسيرها. فكيف تم بناء الأهرامات المصرية القديمة؟ هل من الممكن أن تكون قد بنيت فقط باستخدام أدوات بناء بسيطة ومنحدرات بدائية إضافة إلى القوة البدنية للعمال؟ وهل فرضيات العلماء حول استخدام منحدرات ترابية ودفع الحجارة نحو الأعلى قابلة للتصديق؟ لا نعتقد ذلك، لأن كل المقالات العلمية التي تتحدث عن بناء الأهرامات بها الكثير من المصطلحات التي تشير إلى عدم اليقين، مثل المفترض، تقريباً، حسب التقديرات وغيرها. وكل ذلك بسبب نقص المصادر التاريخية وعدم وجود أدلة واضحة تشير إلى طريقة بناء الأهرامات. وحتى الأهرامات نفسها لا تخبرنا الكثير. لحد الآن نجح العلماء في استخراج 3 قطع أثرية فقط من هرم خوفو، وهي ليست مومياوات، بل إنها كرة كبيرة، خطاف ومجموعة من قطع خشب الأرز. التفسير الذي يقدمه العلماء لعدم وجود اكتشافات مهمة داخل الهرم هو أن الهرم الأكبر ربما تم نهبه بالكامل منذ مئات السنين. لكن ذلك ليس التساؤل الوحيد الذي يحير المجتمع العلمي، فالمجتمع العلمي يريد أيضاً فهم سبب بناء الهرم الأكبر وبقية الأهرامات. يقال أن الهرم الأكبر تم بناؤه لتكريم الملك خوفو، والدليل على ذلك هو النقوش التي تشير للملك على الجدران الداخلية للهرم. لكن إذا كان الأمر كذلك بالفعل، فلماذا لم يتم العثور على مومياء الملك داخل الهرم؟ وإذا كانت بقية الأهرام المصرية عبارة عن مدافن أيضاً، فلماذا لم يتم دفن الملوك فيها؟ طريقة تشييد الأهرامات أيضاً ما زالت لغزاً، رغم أن بعض الفرضيات تقول أن العملية لم تكن بتلك الصعوبة، حيث تم الاعتماد على القوة البدنية لدفع الحجارة الضخمة عبر منحدرات ترابية. لكن ماذا عن تشكيل الحجارة ونقلها لمسافات وصلت لمئات الكيلومترات؟ صحيح أن تشييد الهرم الأكبر مثلاً استغرق 20 سنة كاملة، لكن حتى تلك الفترة لا ينبغي أن تكون كافية لصقل كل تلك الحجارة يدوياً. وما يجعل الأمر محيراً أكثر هو التناسق الكبير بين تلك الحجارة عند وضعها في أماكنها، حيث تم تثبيت أكثر من 2 مليون قطعة من الحجر الجيري بتناسق مثالي، بدرجة أن ورقة لا يمكنها العبور من بين تلك الأحجار. كما أن الفرق بين أطوال الحواف الأربعة للهرم لا يصل حتى إلى جزء من 1000 من المتر. ماذا عن الغرف الغامضة داخل هرم خوفو؟ التصميم الداخلي للهرم مدهش مثل تصميمه الخارجي، وهي حقيقة يؤكدها الباحثون رغم عدم تمكنهم من اكتشاف الهرم من الداخل بالكامل. في مارس من العام الماضي تصدر خبر اكتشاف غرفة جديدة داخل هرم خوفو عناوين الصحف، لكن الغرض من تلك الغرفة بارتفاع 2 متر وطول 9 أمتار لا زال مجهولاً. لكن ذلك لا يقلل من أهمية الاكتشاف، خاصة وأن العلماء لغاية اليوم استطاعوا اكتشاف 10% فقط من مساحة الهرم، وتلك النسبة تمثل غرفة الملك، غرفة الملكة،
المعرض الكبير وغرفة صخرية تحت الأرض. الجدير بالذكر أن غرفة الملكة تحمل هذا الاسم دون أن يتعرف أحد على سر حصولها على الاسم. وحسب الخبراء فإن التسمية سببها ترجمة خاطئة حدثت في العصر العربي. أما ما يعرفه العلماء هو أن الغرفة التي يصل طولها إلى 6 أمتار بعرض 5 أمتار لم تتعرض للنهب، وتم فتحها لأول مرة من طرف الباحث الفرنسي وينمان ديكسون في عام 1872. وهناك تم العثور على القطع الأثرية الثلاثة التي تحدثنا عنها. وحسب الخبراء فإن غرفة الملكة كانت مخصصة للاحتفاظ بأشياء كان يعتقد أن الفرعون سيأخذها معه إلى الحياة الثانية. ولكن لماذا تم وضع تلك الأشياء بعيداً عن الملك؟ كان من الممكن دفنها معه، كما أن قطع الخشب التي تم العثور عليها أكبر عمراً من الأهرامات بحوالي 500 عام. وربما تم استعمال تلك القطع الخشبية لصنع شيء آخر، وقرر المصريون إعادة استخدامها لأن الخشب كان نادراً في ذلك الوقت. أو ربما تكون القطع الخشبية دليلاً على أن عمر الهرم أكبر بكثير من تقديرات العلماء. لدينا شيء آخر لإخباركم به، لكن قبل ذلك لا تنسوا تسجيل إعجابكم بالحلقة والاشتراك في القناة لمتابعة كل جديد. اكتشف هذا الروبوت رسوماً هيروغليفية غامضة. أثناء مهمة أخرى لاستكشاف الهرم تبين أن المدخل الشمالي لغرفة الملكة مسدود على بعد حوالي 40 متراً بواسطة قضيب حديدي محشور هناك. وحسب المتخصصين فإن ذلك القضيب ربما تم تركه هناك من طرف وينمان ديكسون، سواء كان ذلك عمداً أو عن طريق الخطأ. وقد تم اكتشاف ذلك بفضل المهندس الألماني رودولف غاتنبرغ، الذي أرسل روبوتاً مزوداً بكاميرا إلى داخل الهرم في عام 1993. ونظراً لأن مرور الروبوت عبر المدخل الشمالي لم يكن ممكناً بسبب القضيب الحديدي، فقد تم اختيار المدخل الجنوبي. وعلى مسافة تقدر ب2.5 متر تبين أن المدخل ينعطف نحو اليمين بمقدار 40 درجة. وعلى ارتفاع 55 متراً وجد الروبوت نفسه في مواجهة كتلة من الحجر الجيري. بقي الطريق مسدوداً أمام العلماء بسبب ذلك الحجر إلى أن تمكن الباحثون من اختراقه في عام 2002. لكن ذلك لم يقود العلماء لأي اكتشاف مهم، حيث أن نهاية الممر كانت مغلقة. بعدها تم التركيز مرة أخرى على المدخل الشمالي، والنتيجة لم تكن أفضل. فحتى بعد تجاوز القضيب الحديدي الذي يسد المدخل، وجد الروبوت نفسه في مواجهة حجر جيري آخر لم يستطع العلماء اختراقه. بقي الوضع على ما هو عليه إلى غاية عام 2011، حيث تم فحص المدخل الشمالي مرة أخرى بواسطة روبوت. تم تزويده بكاميرات ذات جودة أفضل، وحينها توصل العلماء لبعض الاكتشافات المهمة، من بينها أن الحجر الذي يسد المدخل كان مصقولاً بشكل جيد، مما يعني أنه تم تثبيته هناك عمداً. كما رصدت الكاميرات مجموعة من الرسوم التي تم رسمها بطلاء أحمر، وهي الرسوم التي يحاول الباحثون لغاية اليوم فهم معناها. هل هرم خوفو محطة كهرباء قديمة؟ سنطرح الآن سؤالاً مهماً: ما الغرض من تلك الغرف المتواجدة داخل الهرم والممرات الممتدة عبره أيضاً؟ إذا كانت تلك فتحات للتهوية فيجب أن تكون متصلة بالخارج بطريقة ما، لكنها مجرد شبكة داخلية. هناك اعتقاد مصري قديم يقول أن تلك الممرات هدفها قيادة روح الفرعون نحو السماء، وهي تتوافق مع مواقع مجموعة محددة من النجوم. ولكن وكما ذكرنا فإن هذا مجرد معتقد مصري قديم ولا علاقة له بما يحدث في أرض الواقع. وحتى إذا كان هذا المعتقد صحيحا فإن الفراعنة كان عليهم توصيل تلك الممرات بخارج الهرم أيضا، لكن ذلك لم يحدث وكل المداخل مغلقة. إضافة إلى كل ذلك فإن النصوص القديمة التي تتحدث عن تلك المعتقدات تمت كتابتها بعد مرور 250 عاما على بناء الهرم، أي أن من كتبها بالتأكيد لم تكن لديه فكرة صحيحة عن سبب تصميم الهرم بذلك الشكل. وبعيداً عن المعتقدات الدينية القديمة، فإن الفرضية العلمية التي حاول العلماء من خلالها تفسير هذا التصميم هو أن الهرم كان في يوم من الأيام محطة لتوليد الطاقة.
وفقا لهذه الفرضية، فإن الفراعنة تختار مواد البناء بعناية شديدة، حيث يتمتع الحجر الجيري بقدرة توصيل جيدة. كما أن تصميم الهرم من الداخل كان مثاليا، حيث تتدفق الإلكترونات عبر المياه التي تملأ الكهوف في أسفل الهيكل، ليتراكم غاز الهيدروجين في غرفة الملكة. ولذلك فإن إغلاق مدخلي الغرفة حسب العلماء يهدف لحبس الغاز ومنعه من التسرب. أما القطع النحاسية المتواجدة على البوابتين فهدفها توجيه الإشعاع الكهرومغناطيسي لتتراكم الإلكترونات الحرة في غرفة الملك وتتجه بعدها إلى قمة الهرم. ولكن حتى وإن كانت هذه الفرضية صحيحة، فإن العلماء عاجزين عن تفسير بعض الأمور، ومن بينها مصدر الطاقة التي يعتمد عليها الهرم في عملية تأبين الهيدروجين، وكذلك الهدف من تحويل الطاقة إلى قمة الهرم وطريقة استغلالها بعد ذلك. وما يحير العلماء أكثر من ذلك هو مصدر المعرفة التي اعتمد عليها الفراعنة في تشييد هذه المحطة الفريدة من نوعها. وكل تلك الأسئلة لا يمكن العثور على أجوبة لها إلا إذا توصل الباحثون لاكتشافات جديدة ملموسة تكشف لنا عن سر الأهرامات. أعزائي متابعي قناة هل تعلم، إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.